نبدي جولة العالم هذا الصباح من الهيئة العامة للشباب اللي دشنت برامج تعليم رياضة السباحة في كافة مراكز الشباب في محافظات البلاد بهدف شغل أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم رياضيا. نعم، هذه الخطوة تهدف أيضا إلى استغلال وقت الشباب خلال العطلة الصيفية في ممارسة الرياضة ودعم صحتهم بالشكل الأمثل. طبعا وجهت الهيئة العامة للشباب برامج السباحة للأعمار من 8 سنوات إلى 16 سنة وللجنسين، حيث طبعا وزعت أيام الأسبوع بين الذكور وأيضا الإناث. نجيب أنت باقي لك طافك يمكن 2 سنين وطلعت من المرحلة العمرية اللي بسجل فيها. أنا ما يسجلوني، قلتي طافك 2 سنين. وشهدت المراكز إقبال كبير على الالتحاق برياضة السباحة وحضور كبير من المراحل العمرية المتاحة لها المشاركة. إذا نتابع هذا التقرير ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. العامة للشباب تدشن برنامج محو أمية السباحة في مراكزها المنتشرة في محافظات البلاد بهدف صقل مواهب الشباب واستغلال وقت فراغهم بما ينفعهم صحيا ورياضيا خلال فترة العطلة الصيفية. البرنامج مالنا من ضمن الأنشطة الصيفية اللي تقدمها الهيئة العامة للشباب للفترة الصيفية، بدينا من 1/7 وعندنا الأعمار اللي هي من 8 سنوات ل 16 سنة على 3 فئات، وخلال فترة المسائية من 5 للساعة 8 والتمرين يعني حق البنات والصبيان. مركز الشباب العرضية عندنا يوم الأحد والثلاثة والخميس الأولاد، يوم الأثنين والأربعاء بنات نفس الساعات من 5 للساعة 8. كذلك فتحنا في جابر الأحمد من الأحد ليوم الخميس فترة المساء العصر من العصر يعني من 5 للثمان فقط البنات. والميزة بالأنشطة الرياضية إنه مو بس سباحة وكاراتيه ورسم. الحمد لله يعني مثلا اللاعبين إذا خلصوا التمرين ما نخليهم يروحون من الحوض، لما يولي الأمر ياخذهم ويكونون عيننا عليهم. برنامج محو أمية السباحة في مراكز الشباب موجه للجنسين الذكور والإناث وللأعمار من 8 سنوات وحتى 16 سنة، ويحظى منذ انطلاقته بإقبال كبير من الجنسين. عدد كبير جدا ولسه في جماعة مسويين فحوص طبية ولسه هيجوا أكتر من كده كمان بقى. دي الفترة الأولى، احنا شغالين 3 فترات على حسب الأعمار السنية. طبعا 3 سنوات اللي طافت الولاد قاعدين في البيت ما بيتحركوا محبوسين، فجأة مرة واحدة فتحنا لهم الأنشطة، ما صدقوا جم. ده العدد اللي انت شايفه كمان بسيط. أول يوم جيت تعلمت السباحة وخلاني أحب الرياضة أكثر، فكل يوم ودي أروح لك كل يوم، فأحب الرياضة. النادي خلاني أحب الرياضة، وفي كورة وغيرها وفي كرة سلة، بس أكثر شيء أحبه السباحة. وناسة أنصحهم يجون مني، أنا وايد مستانس مني عشان أتعلم رياضة وأسبح. الهيئة العامة للشباب تواصل جهودها في سبيل الاهتمام بالطلبة وشباب الكويت على طريق صقل مواهبهم واستغلال أوقات فراغهم وتقديم أفضل السبل لرعايتهم ودعمهم علميا ومعنويا وماديا ورياضيا. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. إذن مثل ما تابعنا في التقرير، تابع لي هيئة العامة للشباب تعمل على تحقيق المعايير المحددة في خطة كويت جديدة لبناء عنصر بشري فعال، وذلك من خلال اهتمام بنشاطات الشباب وخصوصا خلال فترة الصيف. نعم، والحديث أكثر عن تفاصيل عمل الهيئة وما قامت به ونحن في منتصف فصل الصيف مع ضيفنا في الاستديو علي حسين مشاري من إدارة مراكز الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة. صباحك الله بالخير أستاذ علي. صباحكم الله بالنور، يا أهلا ومرحبا. أستاذ علي، هيئة الشباب في فعاليات كثيرة معلنة، إذا تحدثنا عن هذه الفعاليات اللي يعني تهم الشباب وحتى المؤسسات تقوم فيها. في البداية اليوم الهيئة العامة للشباب تركز دائما في البداية على أن المراكز تكون آمنة للشباب عشان حتى ولي الأمر يكون مرتاح. فاليوم هذه أكثر نقطة احنا نتكلم فيها، أن المكان يكون آمن بعدها نبلش الفعاليات. من أي ناحية يكون آمن؟ هندسيا الموظفين يكونون موجودين بكل النواحي، أن بحيث أن حتى اليوم لما تودي عيالك المكان يكون آمن تأمن.
يعني في موظفين المهندسين دائما حتى ابديت يومي يومي حتى بالويكند ترى المرفق شغال المرفق وقف 95% هذا 100% شغل 100% وقف 95 على ما جاهزه جميل. اليوم امن يعني هذه اهم نقطه نركز عليها. اما بالنسبه للفعاليات اليوم اطلقنا قبل تقريبا اسبوعين الانشطه الصيفيه اللي هي في ثلاث انشطه صيفيه الفنون القتاليه الانشطه الحرفيه بمختلف انواعها والسباحه. جميل. في عدد من مراكز الشباب في المحافظات المختلفه كل مركز خلينا نقول او ما نبي نقول كل مركز المرافق اللي موجوده في المراكز بشكل عام شنو هي؟ اليوم نتكلم نقطتين خلينا نفصلها شوي حق الناس. اليوم الهيئه عندها لائحه استقلال المرافق اللي فيها المرافق والامور الرياضيه اللي هي الملاعب وبالاضافه هذه صوب والانشطه الصيفيه هذه صوب ثاني. فاليوم المرافق احنا في اسعار رمزيه تقدر تحجزها اونلاين وفي الانشطه الصيفيه اللي تقدر تسجل فيها ايضا مجانا بالموقع حق الانشطه هذه الصيفيه الثلاثه اللي ذكرناها. فاليوم المرافق اللي موجوده مثل ما قلت لك السباحه الفنون القتاليه والانشطه الحرفيه هذه اللي موجوده في المراكز اللي تقدر تسجل. طيب قبل احنا نذكر يعني المراكز حاليا يطري عليه مثلا مركز شباب القادسيه مركز اعتقد الشاميه هذا حاليا يعني بس كانت تشمل مثلا احواض سباحه مو كلها بعض المراكز ملاعب كره قدم ملاعب كره طائره كره يد داخل اندور او دور ففيها فعاليات كثيره وكانوا اغلب يعني شباب المنطقه او حتى المناطق الثانيه تتجمع في هذه المراكز وتلعب ومن ثم ايضا يتم اختيارها للانديه. فهل هذا الامر ما زال موجود؟ للامانه عشان اكون صريح وياك الشيء هذا يمكن في فتره اختفى. فعلا اختفى يعني فتره اختفى. فاليوم احنا قاعدين كثر ما نقدر نبي نرجع الشيء، يعني كلمه الله المراكز قبل اي احنا الحين بنخلي الله المراكز الحين. فهذا الشيء اللي قاعد نركز عليه حتى من ناحيه الانشطه كلها. اليوم الشاب قبل يمكن كره قدم بس اليوم السوشيال ميديا الامور قاعد تفتح عينه على اشياء خلاص هذه راح تغير تفكيره حتى لقدام. اليوم الموضوع مو بس كره قدم قبل كان كره قدم ثانية. في رياضات ثانيه في انشطه ثقافيه ثانيه في اشياء ثانيه يفكر فيها. فاليوم احنا يعني كثر ما نقدر راح نخلي كل شخص عنده هوايه يستقلها بمركز الشباب مو برا مركز الشباب. جميل. زين استاذ علي قبل 10 ايام اعلنت هيئه الشباب ان تخصيص مركز شباب منطقه جابر الاحمد انه فقط للبنات. نعم. لممارسه انشطتهم الصيفيه، فحدثنا عن هذا الشيء. سوينا استفتاء بتويتر بحيث ان البنات دائما يقولون نبي مركز خاص فينا، نبي مركز خاص فينا، فسوينا استفتاء بتويتر اغلب المشاركات يعني يوم حددنا المراكز قالوا نبي جابر الاحمد. انا المنطقه. منطقه، بحكم ان المنطقه كبيره وفي مناطق دار مدارها وما في مراكز شباب هناك الا عدد قليل. قلنا يلا خلينا نروح جابر الاحمد. للامانه عدد كبير. ما شاء الله. يعني والعمر مثل ما ذكرت قبل شوي من 8 إلى 16 سنة قاعد يجونا أصغر وأكبر نبي نسجل. فاليوم التفاعل كان كبير بشكل خيالي بجابر الأحمد. بس في نقطة هم يعني بما أننا ذكرنا البنات اليوم لازم أوصل حق ولي الأمر اللي بيسجل عياله المدربين المشرفين الناس اللي موجودة كلهم بنات يعني في مركز جابر اللي هو الخاص خصصته يعني للبنات بنات يعني المسبح ممنوع اي احد يدش. جميل. صارت الفنون القتاليه ممنوع اي احد يدش، ايضا الرسم ممنوع اي احد يعني وصل بنتك وانت برا خلها تدش داخل مأمن عليها مأمن عليها بس وتمشي يعني الموظفين موجودين من ناحيه شباب بحيث انه اذا صار شيء ولي امر يبي يسال احنا موجودين لكن خارج الاماكن نعم. هذه المخصصه للبنات. خلنا شوي من البنات، البنات مناسبيننا بكل شيء، خلنا نروح حق السباحه. شوف يمكن احنا قاعد نشوف ويا بعض مركز شباب العربية السباحه والشباب قاعد يسبحون. انا بتكلم عن التوفير داخل هذا الحوض، يعني دائما لازم لابد من وجود مدربين وايضا اعتقد اذا هناك في انقاذ او ما او الامر الاخر. شنو يتوفر داخل حمام السباحه بالنسبه للشباب؟
اليوم داخل حمام السباحة مدربين، منقذين، مشرفين، موظفين، متطوعين، كلهم موجودين داخل حمام السباحة، بحيث أن إذا كان يحتاج شيء الشخص اللي موجود إحنا موجودين. يعني تكرم يعني صوب الحمام حاطين شخص، صوب غرفة التبديل شخص، عند الاستقبال في شخص، فعلى أساس أنه يكون مطمن رايح ومطمن. أيضا بالإضافة يمكن مقسمين جدول داخل الأنشطة إحنا، يعني بحيث أن اللي يبي سباحة وأنشطة حرفية يقدر يعني ساعة هني، يعني محددين الأعمار مثلا من 10 إلى 11، يعني مو يوم بيوم مثلا، لا تخلص سباحة تروح الأنشطة الحرفية أو العكس بناء على الجدول اللي حطينا المدربين اللي موجودين هناك. فتقدر مستويات بالحوض يعني مثلا المتقدم أو عميق يعني؟ لا على الأعمار، بس داخل المسبح يعني يسألونك تعرف تسبح ولا لا، أول مرة ولا لا، بحيث أن المدربين مقسمين بحكم أن الأعداد كبيرة ما شاء الله بالعرضية، فمقسمينهم إلى على قولتك مستوى مبتدئ ومتقدم. الدورات الصيفية بس خاصة بالسباحة ولا في دورات ثانية؟ وأيضا راح تفتحون دورات حاليا، شو اللي سكر عشان الناس؟ في شيء سكر؟ لا هذه مبطلة إلى الآن مفتوح. شنو راح تفتحون زيادة للبنات خصوصا؟ والله حاليا إن شاء الله، يعني إحنا الحين قاعدين نحط تصور حق المراكز، شنو الأشياء اللي نقدر نخليها شغالة على مدار السنة مو بس فترة الصيف، من ناحية كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة. وأرجع وأقول لك بناء على التقارير اللي قاعد تصلي من إخواني المهندسين اللي في المركز، شنو جاهز علي تفضل اشتغلوا عليهم. فإحنا متى ما جهزت المرافق إن شاء الله راح نوفر كل شيء يحتاجونه. أستاذ علي، أنت حضرتك ذكرت أن في فئة يعني عمرية مستهدفة اللي هم من 8 سنوات إلى 16 سنة، شنو إذا في تفاصيل أكثر الفئات العمرية اللي أكبر اللي أصغر، شلون طريقة التسجيل؟ طريقة التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني اللي هي العمل الشباب، وفي حال إذا حصلت له مشكلة يقدر يروح للمركز دايركت، موظفين موجودين يستفسر يسجل، الأمور إن شاء الله كلها ماشية بالمراكز. بالإضافة إلى السباحة في فحص طبي لائق طبيا، مالت أيام قبل هذه عرفتها، لازم تكون موجودة خاصة حق السباحة. الأعمار الثانية عندنا طبعا من خلال الموقع الإلكتروني في أنشطة ثانية، في فعاليات ثانية أيضا حق الموظفين، حق العاطلين عن العمل، في وايد أشياء بالموقع، لكن نتكلم على الأنشطة الصيفية هذه الحين موجودة من 8 إلى 16 شباب والبنات. يصير أنا أشارك مكانك سلمك، أنا قاعد أقول من 8 إلى 16 ضمن الفئة العمرية. ضمن الفئة العمرية محترة. سعد علي حسين المشاري من إدارة مراكز الشباب الهيئة العامة للشباب، كل الشكر لك. وقبل لا أختم وياك كلمة أخيرة إذا ودك تقولها. بس أقول حق الناس إذا حابين تعرفون آخر الأخبار، إحنا موجودين موقع الإلكتروني أيضا على السوشيال ميديا، يقدرون يتابعون ويشوفون أول بأول شنو الأشياء اللي قاعد ننزلها، في أشياء وايد حلوة تقدر تشاركنا فيها بعد. أنا أشاركك. هيك. إن شاء الله. إن شاء الله تشرف. الله يسلمك. أنا حسين المشاري من إدارة مراكز الشباب الهيئة العامة للشباب، كل الشكر لكم. بارك الله فيكم، بارك الله في عملكم، وإن شاء الله نشوف التطور من وإلى أكثر إن شاء الله في المستقبل القريب. إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية وما قصرتوا. شكرا جزيلا. شكرا لك.